Let's go. صباح الخير عليكم وأينما كنتم على أرض الله الطيبة. يا رب يكون يومكم جميل وسهل ويا رب يخلص وانتم مبسوطين. أهلا بكم في صباح الجيمينج، برنامجكم الإخباري اليومي عن كل ما يخص عالم الفيديو جيمز. قبل ما نبدأ برجاء تعملوا لايك على الفيديو لو عجبكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تتابعوا محتوى القناة أول بأول. نبدأ جولتنا بإعلان أكس بوكس عن حزمة ألعاب جديدة على خدمة الجيم باس، ويستمر شحن الخدمة بإصدارات كبيرة ومتنوعة، وعلى رأسها المرة دي Dead Space Remake بجانب Frog Detective, Joycent, Skylines 2 ومينكيز Night Market. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن عزم كابكوم الإعلان قريبا عن إصدار عنوان كبير في 2024، وفي أنباء أخرى الإعلان عن عنوان كبير في 2024 بجانب ريميك Resident Evil 5. العناوين المرشحة قد تتضمن عنوان من سلسلة Dino Crisis أو ربما Pragmata التي أعلن عنها مسبقا. زعم نيت دهيت وهو إعلامي من داخل صناعة الألعاب بأن عنده معلومات مؤكدة بأن جهاز النينتندو سويتش الجديد سيدعم بالفعل تقنية DLSS 3 وتعقب الأضواء. أكد أيضا نيت دهيت أن المعلومات صحيحة بخصوص عزم إصدار نينتندو موديلين، أحدهم رقمي وأحدهم يتقبل الشرائط. طبعا كل دوت لسه في إطار التكهنات والإشاعات، ولما يبقى في حاجة رسمي هنبقى نتكلم عنها إن شاء الله. وبكده نبقى وصلنا لنهاية جولتنا النهاردة، أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بيها وأن يومكم يكون أبيض وجميل. شكرا للمشاهدة، نشوفكم على خير في الفيديوهات القادمة إن شاء الله.